بسم الله، لنواصل صحيح الاختبار الموحد لجهة أزيلال لسنة 2014. التمرين الثالث، في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OEG، نعتبر النقاط A ذات الحداثيتين ناقص 1 و 3 و B ذات الحداثيتين 1 و ناقص 1 و C ذات الحداثيتين 2 و 1. أولا، أنشئ النقاط A و B و C. ثانيا، حدد إحداثيتي المتجهة AB وبين أن المسافة AB تساوي 2.45. ثالثا، بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم AB هي إيغاي يساوي ناقص 2X زائد 1. رابعا، لتكن T الإزاحة التي تحول النقطة B إلى النقطة C. ألف، بين أن المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا صورة المستقيم AB بالإزاحة T هي إيغاي يساوي ناقص 2X زائد 5. ب، حدد زوج إحداثيتي النقطة D صورة النقطة A بالإزاحة T. جيم، ما هي طبيعة الرباعي ABCD؟ علل جوابك. يلا انقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين، سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا قم بالمحاولة. يلا نبدأ عملية التصحيح، نشوفوا الجواب. لننشئ النقاط A و B و C. الشكل ديالنا هو هذا. إذن كما ترى وضعت النقاط A و B و C في المعلم المتعامد OEG. عندنا النقطة A أفصلها ناقص 1 وأرتبها 3، ثم النقطة B أفصلها 1 وأرتبها ناقص 1، وأخيرا النقطة C أفصلها 2 وأرتبها 1. لنحدد إحداثيتي المتجهة AB. وعندنا خاصية في هذا الشأن، إحداثيتي المتجهة AB هما ماذا؟ نعم، هما XB ناقص XA و YB ناقص YA. ثم نعوض، أي إحداثيتي المتجهة AB هما 1 زائد 1 و ناقص 1 ناقص 3. عوضنا XA و XB بقيمتيهما و YA و YB بقيمتيهما، أي إحداثيتي المتجهة AB هما 2 و ناقص 4. لنبين أن المسافة AB تساوي 2.45. هنا عندنا أيضا خاصية حول كيفية حساب المسافة AB في معلم ممنظم متعامد OEG. يلا كم تساوي المسافة AB؟ نعم، عندنا طريقتين. إما نقول المسافة AB تساوي جذر ربع XB ناقص XA الكل أس 2 زائد YB ناقص YA الكل أس 2، أو المسافة AB يساوي جذر ربع X أس 2 زائد Y أس 2، بحيث X و Y هما إحداثيتين متجهة AB. وهذه غادي نستعملو هنا ما دمنا نتوفر على إحداثيتين متجهة AB، أو ما عندنا الفوق هو الأفصول هو 2 والأرتب هو ناقص 4. إذا سنعوض X ب 2 و Y بماذا؟ نعم، بناقص 4، فتصل الكتابة هكذا. يعني ثم نحسب، أي المسافة AB يساوي جذر ربع 20، 2 أس 2 أي 4، وناقص 4 الكل أس 2 أي 16، و 16 يزن على 4 تساوي 20. إذا المسافة AB تساوي جذر مربع 20. اتفقين؟ وما هو تبسيط جذر ربع 20؟ فعلا هو 2 جذر ربع 5. شو السؤال الموالي؟ لنبين أن المعادلة المختصرة لأب هي Y يساوي ناقص 2X زائد 1. عندنا النقطة A ذات الإحداثيتين ناقص 1 و 3. سنجرب إحداثيتين النقطة A على هذه المعادلة، أي على المعادلة Y يساوي ناقص 2X زائد 1. إذا حققتها فإن النقطة A تنتمي إلى المستقيم دي المعادلة Y يساوي ناقص 2X زائد 1. يلا لنقوم بذلك. ناقص 2 في ناقص 1 زائد 1، كما ترى عوضنا X بناقص 1 في هذه الكتابة الرياضية. نحسب هذا المجموع، ناقص 2 في ناقص 1 تساوي كم؟ نعم تساوي 2، و 2 لزدنا على 1 تساوي كم؟ فعلا تساوي 3. إذا ما رأيك بالنسبة للنقطة A؟ هل تنتمي إلى المستقيم دي المعادلة Y يساوي ناقص 2X زائد 1 أم لا؟ بالفعل هذه النقطة تنتمي إلى المستقيم دي المعادلة Y يساوي ناقص 2X زائد 1، ما دامت إحداثيتيها تحققان معادلته.
هيا غادي نكتبوها. إذن A تحقق المعادلة السابقة. ولدينا نعود نمشيو للنقطة B ذات الإحداثيتين 1 وناقص 1، ثم نجرب إحداثيتي على تلك المعادلة. عوضنا X ب1 ناقص 2 في 1 يساوي كم؟ صحيح يساوي ناقص 2، ناقص 2 لزدنا على 1 تساوي ماذا؟ تساوي ناقص 1، هو الأرتب بالضبط اللي عندنا. إذا النقطة B مرة أخرى تحقق نفس المعادلة السابقة. إذا ما دامت النقطة A تحقق هذه المعادلة والنقطة B تحقق هذه المعادلة، إذا النقطتان A و B تنتميان إلى المستقيم دي المعادلة Y يساوي ناقص 2 X زائد 1، بمعنى أن المستقيم AB معادلته هي Y يساوي ناقص 2 X زائد 1. طبقين نمر. رابعا نعتبر إزاحة ذات المتجهة BC. أولا لنبين أن المعادلة المختصرة لدلتا صورة المستقيم AB بهذه الإزاحة هي Y يساوي ناقص 2 X زائد 5. التي نصحح واحد الخطأ هنا، المعادلة المختصرة خاصنا تا مربوطة. قلت لنبين أن المعادلة المختصرة لدلتا صورة المستقيم AB بهذه الإزاحة هي Y يساوي ناقص 2 X زائد 5. ماذا قلنا عن دلتا وأبي؟ أو ما دام المستقيم دلتا هو صورة المستقيم أبي بهذه الإزاحة فكيف سيكونان؟ نعم سيكونان متوازيان، عندنا خاصية في هذا الشأن. صورة مستقيم بإزاحة هي مستقيم آخر يوازيه. أعيد، صورة مستقيم بإزاحة هي مستقيم آخر يوازيه. إذن دلتا كما تعلم يوازي أبي، ونضعه إذن دلتا و أبي لهما ماذا؟ نعم لهما نفس الميل، ما دام المستقيمان متوازيان إذا لهما نفس الميل. وما هو ميل المستقيم أبي؟ فعلا ميل المستقيم أبي هو العدد ناقص 2. إذا ما هو ميل المستقيم دلتا؟ بالفعل ميل المستقيم دلتا هو العدد ناقص 2، نكتب ذلك. وحيث أن ميل المستقيم BC هو ناقص 2 فإن ميل المستقيم دلتا هو العدد ناقص 2. إذا الآن يمكننا نوضع المعادلة المختصرة لدلتا. لنضع دلتا دا المعادلة Y يساوي ناقص 2 X زائد B، إن غادي يبقى لنا غير الأرتوب عند الأصل، أما الميل فنعرفه وعوضناه بناقص 2. متفقين؟ لنحسب B، نعلم أن صورة B بالإزاحة ذات المتجهة BC هي ماذا؟ فعلا هي النقطة C. ما دامت النقطة B تنتمي إلى المستقيم BC، إذن صورتها بهذه الإزاحة تنتمي إلى ماذا؟ نعم تنتمي إلى المستقيم دلتا، ما دام المستقيم دلتا هو صورة المستقيم BC بهذه الإزاحة. متفقين؟ وحيث أن C ذات الإحداثيتين 2 وناقص 1 فإن ثم كما ترى عوضنا إحداثيتين نقطة C في معادلة دلتا، لأن النقطة C قلنا تنتمي للمستقيم دلتا. الآن نحل هذه المعادلة، ناقص 4 زائد بي تساوي 1، ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 زائد بي تساوي 1، يعني بي تساوي 1 زائد 4 أي بي تساوي القيمة 5. نواصل استنتاج المستقيم دلتا دو المعادلة Y يساوي ناقص 2 X زائد 5. ب لنحدد إحداثيتي D صورة A بالإزاحة ذات المتجهة BC. ما دامت النقطة D هي صورة A بهذه الإزاحة فماذا يمكن استنتاج؟ أو ما هما المتجهتان المتساويتان التي يمكن أن نكتب خلال هذه الجملة التي وضعت؟ فعلا إذا المتجهة AD تساوي المتجهة BC، D هي صورة A بالإزاحة ذات المتجهة BC، إذا المتجهة AD تساوي المتجهة BC.
ولدينا ثم نحدد إحداثيتين متجاذبة اللي هما إكس دي ناقص إكس أ وإيكغيك دي ناقص إيكغيك أ، وإحداثيتين متجاذبة بي سي هما إكس سي ناقص إكس بي وإيكغيك سي ناقص إيكغيك بي. ثم نعوض ما يمكن تعويضه، يعني إحداثي متجاذبة دي هما إكس دي زائد واحد وإيكغيك دي ناقص ثلاثة. عوضنا إكس أ بقيمتها وعوضنا إيكغيك أ بقيمتها. ثم إحداثيتين متجاذبة بي سي هما 2 ناقص 1 و 1 زائد 1، كذلك عوضنا xc بقيمتها و xb بقيمتها ثم yc بقيمتها واخيرا yb بقيمتها. اي احداثيه المتجاذبه دي غادي يبقاو كما هي عليه، وغادي نتابعوا تبسيط احداثيه المتجاذبه اللي هما 1 و 2. اذا ما دامت المتجاذبه ا دي تساوي المتجاذبه سي، فهذه المتجاذبتين لهما نفس الافصول ونفس الأرتوب، بمعنى إكس دي زائد واحد تساوي القيمة واحد و إيكغيك دي ناقص ثلاثة تساوي القيمة اثنان، وهذا ما سنكتبه. إذا إكس دي زائد واحد يساوي واحد و إيكغيك دي ناقص ثلاثة تساوي اثنان، تقين. ثم نواصل، يعني إكس دي تساوي واحد ناقص واحد و إيكغيك دي يساوي اثنان زائد ثلاثة، يعني إكس دي تساوي صفر و إيكغيك دي يساوي خمسة. إذا إحداثيتي دي هما صفر و خمسة. جيم، لندرس طبيعة الرباعي أ بي سي دي. هنا الجواب على هذا السؤال بسيط، ما دمنا نعرف أن المتجاذبة دي تساوي المتجاذبة بي سي، إذا الرباعي A B C D متوازي الأضلاع. تبقين؟ انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. نلتقي في الحصة المقبلة بحول الله لتتمة إنجاز هذا الاختبار الموحد. إلى اللقاء.